BFM أحلى راديو ويوفى الكلام. الخمسة وخمستاشرين دقيقة توا في FM أحلى راديو. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا تسمعوا فينا وين ما كانوا يخلطوا لكم الفريكونس متاعنا. نسلم برشا زاد على عباد اللي يسمعوا فينا من خارج حدود الوطن على السيبور متاعنا الكل، الباج فيسبوك راديو FM وإلا الشين يوتيوب FM TV. معكم في برمجة خاصة بالانيفرسير متاع FM 11 سنة، بكم انتم 11 سنة معاكم انتم. نسلم عليكم مستمعينا وين ما كنتوا تتبعوا فينا. نذكركم 31 380 ألف على ذمتكم من توا حتى للسبعة متاع العشية. 31 380 ألف نستناو تليفوناتكم لديديكاس بتاعكم أراءكم نقدكم أي حاجة تحبوا توصلوا هنا. مرحبا بكم يا سيدي الناس الكل. لي كومنتير بتاعكم زادة كيف كيف يخلطونا على الباج فيسبوك راديو FM معايا أنا حتى للسبعة متاع العشية. معكم راجح زنجير كي العادة. تليفونات الربح الكادوات موجودين طيلة ساعتين من زمان شوية آخر باش تلقاو زميلتنا فاطمة من جيف دو بروج، تعرفوا وين بالضبط موجودة. حبيت نسلم برشا برشا على الكيب اللي حاضرة معايا الكل اللي موجودين توا لهنا في الاستوديو، عزة في الإخراج، سوفيان في الرياليزاسيون ديجيتال، واللي موجودين على طيلة اليوم والأسبوع كامل بالدفعات السابقة، باللي يخدموا توا، البيرسونيل الحالي، بالعبيد اللي تعاملنا معاهم الكل. نعرفوا أنتين برشا أوقات صعبة، برشا فرحة، برشا حاجات نعيشوها معاكم وتشاركونا فيها بطريقة يومية. تلتحق بحذايا لهنا جيجي، مرحبا بيك للصباح. مرحبا، صباح الخير. الحمد لله، أول مرة نتقابلوا كل في المطيئة. مرحبا، عايشك راجع ديما مش من القدام. أحلى راديو ويوفى الكلام. الخمسة وعشرين دقيقة في FM أحلى راديو، رجعنا لكم جديد حتى للسبعة متاع العشية، مواصلين معاكم الرحلة كيما تعودتوا كل عام في البيريود دي فيت. جيف دو بروج دللكم وتهديلكم كادوات باش تفرحوا وتفرحوا اللي تحبوهم. اليوم زميلتنا فاطمة ترابلسي موجودة في بوتيك جيف دو بروج كارفور باش تحكي لنا على الأجواء وتشوف شكون اللي باش يربح معنا اليوم. أهلا وسهلا ومرحبا بك يا فاطمة. جيف دو بروج ناتشورالمون شوكولا. فاطمة موجودة. أهلا وسهلا، مرحبا مرحبا. أول تليفون معايا اليوم في الإميسيون، أول كادو معاك أنت يا فاطمة. معايا أهلا مرحبا مرحبا المستمعين الكل في FM. ذوقوك ولا مازلت ما ذقتش يا فاطمة؟ وين كل ما نزيل ذوق راهو ده ده وحيدة وحيدة الفريز غير على قدها فاطمة بالله. شنو الأجواء بحذاك؟ الأجواء ينصر كما كل عام احتفالية وخصوص في جهة الغيط العبيد ينصر سياسة الشوكولا لرأس العام وعيد ميلادات ومناسبات أخرى جدا. ما شاء الله ما شاء الله وفما الجلاس تحتوهم جهة والله انا مقبله ولا نستنى الاخ ما عندي شي شويه اي فما الاخ مقبله هو قاعد يدور نحسها فما رفوه هو قاعد يدور ايوه رونبوان بي بي قاعدين نقعد رفوه تحلل حاجه مهمه نتاع عشان نمشي هذا المرات ستريس اوكي جاي أهلا بيك أهلا. قاعدين نشوفوا أنا والأختي فاطمة اللي بحذاك توا خاطي فما فما شكون يدور لي أندي سي قاعد يدور تقول فما رومبوان تاع شوكولاتة لهنا. قلت له دونك نشوفوه سيد بالكشي نجمو نقصوا عليك حاجة بالكشي نتصور قاعد تلوش في كادو.
كنت ناوي قال لوج على كادو حتى كان ما تلوج قول اللوج ياش فهكا تصير شكون عندك مصداقية بعد وانت تهدي في الكادو راهو لوج مالك هيك هو وكان لازمت نعمل لك ديديكاس خلي الاسم واللقب فما حتى مشكل مرحبا بك خويا الباهي يعيشك بكم يعيشك يلا قول لك هو نجيب الكادو خلي بحدي اخو كشرف وبرا جيب الكادو وي ولا تمشي انت وي مع رازح ايه تليفون مع رازح ايوه تخموكم يا سامح بيكم متمعي يا سامح في بالك موعد ميلادنا ليامات ولا مقاتل به مازال مقاتل به تحبش تقدم ديديكاس لي افهم زاد عشر فرد المر اي بيان سي دونك تقدم ديديكاس لي افهم امبارح الميلاد هاي امبارح انيفرسير معناها ان شاء الله كلام حيويه حي كثير في الجو ان شاء الله انتم السادة العبيد اللي تخدم على لي افهم على على كراديو بالحق امين النهار في تونس ويعطيكم الصحه وسلامة محفوظة واحنا باش نحاولوا كونوا الكفر هذايا خلت لك كل عام لقيت هذايا اشرف على دازلي دازي تمام بيان سي انا شفت في موضوع لا عمري عم تعيش نسمع معاكم معاكم بيان سي انا شفت موضوع الشوكولا دونك نصوروا اللي هو كادو نجي على الاخر في راس العام نجين ومسخر يوهر الحقيقه يوهر يوهر الحقيقه فريمون سيدي روحي فرابو ان شاء الله مبروك عليك صديقي ميرسي بوكو صحتك كل خير عايش ميرسي بوكو رابح ربي يخليك عايش ميرسي يا رابح مشكوره لالا كل يا ميرسي بوكو فاطمة جيف دو بروج ناتوريلمون شوكولا يلا احنا مازلنا مكملين معاكم بالاجواء نتاع الربح والكادوات حتى للسبعه نتاع العشيه نذكركم نمرو تليفون على ذمتكم 31 380 الف 31 380 الف مرحبا باتصالاتكم الكل موسيقى وانا راجعين توت سويت أحلى راديو ويوفى الكلام الخمسة واحد وثلاثين دقيقة توفي في أحلى راديو رجعنا لكم من جديد حتى لسبعة متاع العشية الرحلة ما زالت متواصلة في برمجة خاصة بعيد ميلاد إيه في من سلم عليكم من الناس الكل كان التحقتوا بلا توا نسلموا برشا على فادي سوا فينا من خارج تونس على سيبور نتاعنا الكل الباج فيسبوك راديو إيه في ولا الشين يوتيوب إيه في تي في كما كل عام لقيت هذه البريود هذه ربحوكم برشا برشا كادوات كما شارك معنا صديقنا عفيف وشعالة وتعرفوا تتسويت الكادو متاعو أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عفيف أهلا وسهلا تحية لكم تحية لك كيف بدي مستمعيني أفهم كل عام تقول حي بخير يعيشك من يتكلم فينا عفيف عفيف وشعالة مستقر أهلا وسهلا ومرحبا بك يا عفيف واللي يسمعوا فينا في صفاقس الكل قلنا صديقي قداش عندك تبع في أفهم شنو مع برامجك خلنا نعملوا سونداج ترى قولي والله قولي. من وقت كان برنامج في استثمارات هاي وبعد ولا راه في الماك محاضرين حويجه راهو في ليميسيون تاعنا اليوم سبيسيال فزت تسمع العز ما نعرفش كان تبعها من الاول والحلقات الكل فما حلقات خارقه للعاده وتعملوا في بلايص خاصه اي كما الاستديوهات الخارجيه نتفكر هذا مش استوديو خارجي هذا جلد على عظم الخارجي تسمى تفهمني فاش قاعد نحكي من بعد شوي هاي قول لي اخوي كم شوف مرسيم كاري هاي رسيم كاري دونك من برامج الدهي معنا اش تعمل في الدنيا عفيف تاجر مواد غذائيه تاجر مواد غذائيه ما تدور في الكهرباء نهار كامل وحنا لا 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 في حانوت ما في حانوت على روحك خويا وكم ما نسينك نهار كامل في الحوي انت هكا هو خويا باهي قلنا خويا عفيف باهي الانجلي نتاعك والله باهي الحمد لله ترى اعطيني شوية ما لزش معناها ما بداش اعطيني في درشني باللونجلي وقل لي درشكون من غير كلمات انتشو طاشين باهي يا سيدي باش نولي ونحكيو بطلاقة عندك فورماسيون اونجلي من عند وول ستريت انجلش و اي اف ام ان شاء الله مبروك عليك يا عفيف ان شاء الله العرض خليلك كلمة الختام صديقي على شكون تحب تسلم بابا
تحية لكم وكيف تمسمعين ذات اف ام. يعيشك. والأكبر من اسمها دي اف ام. يعيشك يعيشك يا عفيف وخليك معنا كما وعدت قبيلة المستمعين وعدتك انت باش نعيشوا لحظات من حياة الراديو هذه من حياة اي اف ام والبرمجة متاحة وكما سبقت وسلمت على الدفعات السابقة وليزانيماتور اللي جاوا للمكان هذي بو ما كانش استوديو هكا ولا محل بالضبط انا ما خلطش عليه الفي ان ولكن سلموا عليهم الكل ستاف تكنيك ديجيتال الكل الكل وش تفهموا فاش قاعد نحكي بالضبط عيشوا معنا المومو هذايا من فز تسمع ناس توا نجمو هاو لابس اخي الخال واي 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 لابس اخي الخال واي 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 والمشي يا بدلال يا اهل الله سهرتينا وسهرتينا وسهرتينا يا سمرا احنا سيداتي سادتي مباشرة في المرمى باش نحكي لكم التفاصيل في وسط المرمى وسط الخدامة في وسط التاي في وسط العجة اللي تحضر فيها در عياد في وسط الفطاير في وسط الياجور في وسط بوستة الياجور بوستة نقرأوا الأخبار بثناش زيادة لا 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 الياجور الكل لهنا بوستة سامحني بأمان سامحني عبي عيني عيني يا لا لا روحي يا لا لا روحي يا لا لا تدلل هالطويله ام العيون كحيله تدلل هالطويله ام العيون كحيله والله الاخرين الياء ام بو جمال من الجمال معناها جايه كلمه بو بو اي وي بوس بوس شنو بوس بوس كار 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 بوس بوس هذيك هي كي ا اش تي ان فراز جمله جمله خاطر الترجمه مش حرفيه بيس بيس هي زاد بيس بيس جابو جوار تاع الكلوب عبد المؤمن عبد المؤمن جابو جابو ما ترجمش تما كلمات ما ترجمش جابو جابو ان فروادور بريت بريت ان فروادور ان فروادور بريت اليا ان بو بيس بيس كركار كي اشتي ان فراز بوس بوس ان فراز بوس بوس جابو عبد المنعم جابو تاع الكلوب ان فرماي يمشي يمشي الموظفين الكل امشي مثال شمشي اللي بالسوانق اللي بي دي جي الكل امشي 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 دي جي الكل شفت اجانس البنوك شفت اجانس تاع البنوك امشي احمد امشي اشطح ومد الفلوس امشي امشي يا بابا مباركة تبخر امشي يا ولدي بالحوت اللي في القاوي زاد اللي في القاوي ان شاء الله تكون زين حلقة بالنسبة لي أنا حلقة تاريخية ما عمري ما كنت أتصور نهار أنه نشتغل من وسط مهمة بريمون حاجة تعمل ستستيك هذه جزت حبينا قلوها جملة للناس اللي تخدم اللي تعاني في الشانتي موزيلة الحمد لله يديكم الخوف يمشي 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 مباشرة من المرمى يمشي يمشي
كما كنتوا تسمعوا فز مباشرة من المرمى برشا تصاور محلة وبرشا عبيد نحب نسلم عليهم برشا برشا جعفر القاسمي زياد البكي طارق بعلور صديقي عفيف الشريف اللي بالمبخرة اللي هي بولونة كبيرة يظهر لي درع عياد رفيق بوشليق برشا أسابي وبرشا عبيد سعيد الباهي كيف كيف اللي كانوا موجودين في الفيديو هذي زملائنا اللي في البلاص اللي بحذنا خاطر هذي البطيمة اللي بحذنا هذي كانت فرشتوا فيها هاوك البيروات نتاعكم كيفاش كانوا قبل حقيقة كانت فما برشا برشا حاجات مزيانة في الديبو كيما الأفكار اللي كنا نشوفوا فيها ساعات شكون باش يجي البال ويعمل ايميسيون ويعمل ديريكت من مرمى يفوزي بالطبيعة باش تعمل حاجات كيف هكايا ونعرفوا الفريق هذاك هز دي ديفي كبار وكبار ياسر ان غون ميرسي ليكم الكل على الأوقات المزيانة هذيا اللي عديتوها معنا احنا مازلنا مكملين معاكم بالموسيقى حتى للسبعة متاع العشية ما تبدلوش الموجات وتسويت برنا وكبيرة عشرة تسمع في برمجة خاصة بعد ميدان أحلى راديو ويوفى الكلام لعامين لعشر سنين 11 سنة كاملين تعديوا في رمشة عين إيفام أحلى راديو ويوفى الكلام الخمسة سبعة وأربعين دقيقة في إيفام أحلى راديو كما قال جيجي ويوفى الكلام معكم حتى للسبعة متاع العشية سلم عليكم كالتحقتوا في توا تلتحق بحذية لهنا زميلتنا بشرة من قسم الرياضة الحقيقة أول ما جات بشرة للراديو سلام ساعة بشرة كامل السبيك متاعي ومن بعد نعطيك الكلمة ومن بعد ذكرت لي لازم فما ديفياسيون تصير والأشكال اللي قاعد نشوف فيها مقابلتني خونا حلمي بوزويتا عنده أكل التمساح أكلي بالسوبر جلو عرفتها لصقه في السقف وحلمي بوزويتا علما وأنه ما شاء الله على أخويا متر وتسعين على 110 كيلو فينجم يطيحنا للدوزيام ايتاج بيه دونك قلنا اللي جات بشرة هذا الراديو انا قلت يا جابوا طبيبة للإذاعة زميلتنا جديدة قالوا لي مش طبيبة ياسر من قسم الرياضة قلت بو يمكن الصدر والأنف والحنج فما قسم الرياضي بيدياتري ممكن اما اي سيتا فيريك بعد رياضة بالرسمي طلعت شقاولك والله العظيم فاجئتني والله ما يجيبها فيا حتى حد الله غالب صفا ايفيس الحمد لله والله صفا كيفاش كانت التجربه هي في ام ديبارتمون سبور هي من زرو جلانزا مرحبا مرحبا اخويا كوج والله ما يصيرش لصقوا على الروتور كوج ما يصيرش بين النجم مهز لا مهز قالوا لي عندنا ساعتين مهز لليوم جيت كفل بالمهمه بلي ما في جران بليزير مشيش على اللونيت وليه عاد ممكن تعرف اللي يتوثق تو مع شي كمل كوجا قول لنا بلي باش نجمو نحكيو شويه معليه عنده نشاط الاطفال كوجا اليوم عرفت اكهو عندك اقصد رب تفضل به دونك انا الحقيقه دخلت كاستاجير القسم الرياضه دوما كملت الماستر نتاعي عيط لي ايمن زروق باش نكون بروجكتريس لليميسيون سبور بلس اللي عندها دوا في عامها الخامس دونك جيت على اساس جوست ستاج في البرود ومن بعد بديت التجربه ديما تبدا كيك الامور دونك بديت التجربه نتاعي بالبرود من بعد لقيت روحي نعم في لي روبورتاج المسجله معناها اللي تتعدى في ليميسيون من بعد بشويه بشويه تدخل اونتي ايه صوروك صوروك يا كل بالفضح بالفضح دونك وليت ندخل اونتي نحكي على لي روبورتاج نتاعي من بعد بشويه طلعت فلاشات فلاشات فلاش انفو اللي تعدى كل ساعة فوالا اللي هي اي اف ام سبور وبعديك وليت نهبط تيران واضافة الى ذلك كانت لي تجربة في التقديم تاع برنامج سبور سيف في السيف اللي هو يدور علينا الاولاد الكل تو وقت اللي تقول فيها الحكاية هذه ما عجبتني الابروش نتاع اي اف ام الحقيقة ما نقولكش راك باش تعملهم الكل لا يبدا بشوي بشوي راك باش تمس كل حوايج انت وجهدك يقول لك انت وجهدك وانت وشنو تنجم تعطي في الوقت هذاك وكل واخر
تجربه لي كنت في هالا مونديال اللي ايميسيون تاع المونديال كنت كون نهار من 7 ل 8 نتاع الليل وعوضت بريود كاور مع جلانزا مع عوضت كاور مع جلانزا في البريك وعوضت ايمن زروق في ثوره ثوره عوضت جلانزا فوالا اللي كل وحده طالبت انه نكمل انا نمدوا في عمر التجربه نتاعك ومع انه نقصوا الكونترات اللي يجمعنا بجلانزا وي وانت كنت من حاضر ما جبت حتى شيء من راسك اي يا جلانزا اي قول وعوضت زيد ايمن زروق بريود في سبور بلوس كانت عنده التزامات مهنيه فاش فوالا دونك باهي هاك البروغريسيون من اعداد الى برشا حاجات حاجه باهي على الاخر وانت كيما تعرف اي اف ام ديما تعطي الفرصه للي جون سورتو دونك تلقى روحك معناتها في عمر صغير ستاجير برود خلطنا ما شاء الله معناها جرينا دي زيميسيون معناتها والله هو كيف ما تشجيع كبير من ايمن زروق الحقيقه نتاع ربي دونك يقول لي معناتها ما تقفش عند جست الحاجه اللي موكلت لك باش تعملها وحاول ديما هكا يخليني نقدم ويخليني نجرب حاجات جدد دونك كل مره نقدم في حاجه نلقى روحي علاش ليه ما تهني نجمت روحي دونك نخدموا على تاب اللي بعدها اللي بعد بعدها حتى معناتها الجمعه نتاع لي ميسيون هذيك اللي خديتها عليه من اول العام هو يقول لي راه حاضر روحك راه باش يجي نهار باش نستحق كذا وكذا اي فوالا لقيت روحي من بعديك حاضرة إن شاء الله تكون معناتها ساعديتهم بالقدي وحتى كان مش بالقدي يتحسنوا مع المرات الجاية إن شاء الله أنا يظهر لي حاضر في أول فلاش ليك فيها في أنت أي أي صحيح أول فلاش وقتها فوالا هو كان في الصيف وكان في عيد المرأة دونك وديت هكاك مع عيد المرأة ومن وقتها ولت عندي ديما معناتها لي فلاش كيف جربوا أخي حصلوا أي حلوة بيه تحية لقيس بنينة بالله قداش حبهم يحصلوا ما حصلوش قيس تحية للجماعة الكل في السبور وانا اليوم زاد الاكستخي اللي حذرته معناتها حتى تفهم علاش باش نحكي لك على قبل لانه مهدي قال لي ارجع شوف السبور معناتها كيفاه بدا وكل اي با السبور كيفاش بدا في اي اف ام بدا دي روبريك معناتها في فاز تسمع العز وكل اللي هما ديكالي معناتها ما كانوش فريمون يحكيوا على الاكتواليتي نتاع السبور مي بلوتو على الاخبار نتاع الكورجيه وحاجات هكاك ديكالي بداوا مع رفيق بوشناخ من بعد ديكو هو خذا ليميسيون نتاعو الراف ماك محمد الخميسي هو فوالا بدا بالفلاش سبور بدا بالزابينغ نتاع سبور اللي هو اورجو تم بعدي كنشوفوه في الفيديو ومن وقتها جاتو الفكره وبدا السيرفيس سبور اي بان من الاول حتى الاولاد كي كانوا هنا كانوا يعملوا جوست اكومبانيومون معناتها كسوا يخدموا الخدمه تيران ولا جوست يعملوا اكومبانيومون نتاع الماتشويت وكل في السبت ولا حد ومن بعد بشويه بشويه بداوا لي زيميسيون بداوا لي فلاش ولا تاسس قسم الرياضه نتاع اي عندنا الاكستريم نتاع من اول كيفاش بديت كيفاش بدي سبور في اي اف ام يلا نتفرجوا مع بعض صباح النور ذكرت الصحف الأمريكية أن لاعب كرة السلة الأمريكي كريس هامفرز الذي يلعب لفريق بروكلين نيتس يمر بأزمة نفسية حادة جراء اكتشاف خيانة زوجته نجمة التلفزيون الشهيرة كيم كارديشان وفي تصريح لإحدى المجلات المختصة بأخبار النجوم صرح كريس وقال إنها صدمة حياتي علي أن أتجاوزها ولكني لم أتصور أن يصل الأمر إلى الحمل واسمع هذه مع ذلك فإني مستعد أن أغفر لها صار مشكلتك اللي الحكاية وصلت للحمل سينو ما كنتش تتقلق برشا لا راجل ومش يوجك زاد بوك وامك ربيه ولقاو معناها كي ما جابوش صغير راك ما تقلقتش وعادي تعيشوا ذراير الزوز انت والاخ صباح خير سبورتيفات وسبورتيفات والفراشات شنو ولي توا بديت اكد لاعب البرسا انه بالرغم الانتقادات اللي توجهت له الا انه سعيد بتعدد مغامراته العاطفيه وعلاقاته الغراميه مع اجمل واحلى عارضات الازياء في العالم ونفى اللاعب مراج من اشاعات حول خبر زواجه وقال أن الوقت لم يحن بعد للزواج فالنجم نقولوا له كان قبل ما نبدأ أخبارنا نبدأ بتحية وشكر كبير للناس اللي شجعوني وتفاعلوا معايا بعد الأخبار الأولاني
تو نبداو اخبارنا بنتائج الجوله 12 من البطوله الوطنيه. الملعب التونسي التعادل السلبي 0-0 مع المرسى. مستقبل جابس ينهزم امام الملعب الجابسي 1-0. جرجيس 3 بلاش تربح جمعيه جربه. الترجي 2-1 امام النادي الرياضي الصفاقسي. بنزرت يربح الافريقي 2-1. قفصه والمستير تعادل 1-1. النجم الرياضي الساحلي 3-1 يربح المتلوي. حمام لمف والقروان التعادل 1-1. هكا يا سيدي يولي الترتيب عندنا. الافريقي في المرتبه الاولى ب 28 نقطه. النجم الرياضي الساحلي ب 25. الترجي الرياضي ب 22 نقطه. صفاقس وجرجيس ب 21 نقطه. لحد الان امورك باهيه لكن هذا عادي. بيان استاجير كاي خويا حضروا رواحكم الناس الكل. اوكي اتشيفو سانتور. نبداو توا مع ارجو. الجوله هذه عرفت اول اطراح بستة حكام جعفر والناس اللي تفرجوا الكل. خاصه حبيت نقول للجامعه يعطيهم الصحه على فاست الحكام الزايدين سورتو في طرح الترجي وصفاقس. طرح هذا ويكلو على ذاك برشا ناس تفرجوا فيه في القاوي في ديارهم في البار كون في في البلكون صحيت والناس اللي تفرجوا والناس اللي تفرجوا الكل حسوا الفرق برجولي. حكم عمل كل شيء في الماتش هذايا بارك الله عليه. زفر بدايه الماتش ونهايه الماتش عطى اوراق صفر زفر كفرونات اما الاضافه نتاعو البلوس وين حسيناه الاربيتر هذا جاب بيلانتي وعدى باس بالظهر حتى رونالدينو ما يعديهاش صحيح خرج بها العكاشي راس راس. البرونوستيك تاع الماتش اللي باش يتلعبوا الدور الترتيبي المقابله الاولانيه اللي باش تجمع في الترتيب ما بين هولندا والمنتخب البرازيلي شنو تكره هناك فتحي؟ 2-0 البرازيل 2-0 البرازيل متر شو شيء هدموهم شويه متر ما عادش عندنا كابتن ما عادش عندنا كابتن يودي نهار فما بليسير فما بليسير يودي نهار السبت نعملوها باهي يا سيدي 1-0 البرازيل 1-0 هولندا وانت بس ماكش ترجع معنا نعرف شكون مشي سكوب جيمونت الارجنتين برافو نحب المانيا ما حاس الارجنتين جعفر شنو هي؟ هناك الماتش ما بين هولندا والبرازيل ما نعرفش اما يلزم تهزها المانيا يلزم تهزها المانيا بصراحه معناتها يلزم تهزها ليكيب اللي ربحت البرازيل 7-1 ديجا الارجنتين باش تلبس الاخضر كتزاير الكورة مع الحاج منصف بن سعيد اخر اخبار منافسنا غدوه في مقابلتنا الثانيه كان الجابون 2017 المنتخب الجزائري وهو كذلك كثر القيل والقال حول مشاركه بعض اللاعبين الجزائريه غدوه ضد المنتخب التونسي وحسب تصريحات الناخب الجزائري ليكانز في الندوه الصحفيه اللي عن عقدت اليوم قبيله شويه فانه غياب حارس المرمى هذا لو بلوز امبورتون البولحي اصبح شبه متاكد الى جانب زميله هلال عربي السوداني والمدافع مدافع النادي الافريقي بالخيثر مقابل هذه الغيابات رافل كلها فانه مصادر اعلاميه جزائريه تفيد انه لقاء تونس والجزائر باش يعرف سادة كذلك عوده مهاجم ليستر سيتي اسلام سليماني اللي تعافى من الاصابه وكذلك الظهير الايمن ربيع مفتاح اللي باش يعوض ولد النادي الافريقي بالخثر. هذه خليني نقول ولا دليل تسمع فيا لغه الكلام لكن غدوه حبوا نسمعوا لغه الاقدام. ايه عندها مديده يظهر لي الحكايه زي هذوما مازلت نقرا انا هوني ومازلت بعد ريت الباساج اللي ريتهم الكل فما دي باساج مازلت ما خديتش الباك اصلا فما دي باساج اللي انا مازلت في الفاك دونك بالحق تو كي نلقى روحي موجوده في نفس توجوه شوف من وقتاش اول خيانه تحكي عليها الكيم كارداشيان شوف من وقتاش ومريول الحاجه ذاك المريول الجريلي في ضرب امريكا مازال عنده لتو ما عندوش برشا باللي تصور بيه الحاج المريول حكايه تقديمه ياسر خماسي كان في الكوليج وقتها في الروبريك هذيك وما مازال كيتعدى ولا ما حنسلموا عليه برشا كمام برشا برشا على الاخر الحقيقه وهكا حتى كي تفرج فيهم خاطر ما كنتش ياسر نسمع راديو ولا نتبع دونك كي هكا سامباتيك كيفاش بديت الرياضه سورتو اني قلت لك لي روبريك اللي كانوا ديكالي وكل هكا حاجه سامباتيك وحلوه برشا يعطيك الصحه على البشرى بمزيد من التالق ان شاء الله لمسيرتك اللي تحب انت في الكوره في الهوند في الباسكيت في الفولي المهم في السبور نسلموا عليكم برشا برشا كان تبعوا فينا والتحقتوا بينا توا احنا مازلنا مكملين معاكم حتى للسبعه تاع العشاء يجيب حذين جيجي تذكير احوال الطقس ونرجعوا تو سويت. حداش نسمة محليها اما انتوما احلى حاجه فيها. يا فان احلى راديو ويوفى الكلام.